أهلا وسهلا فيكم بمطبخ هنوتي. اليوم رح نحضر مع بعض فطاير خشخش بطريقة كتير لذيذة وسهلة كتير إن شاء الله. من ألذ الفطاير الحلويات التركية، ما شاء الله عم تفرد فرد. وقبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد فضلا وليس امرا. لتحضير العجينة بنحتاج كاستين من الحليب، 4 كاسات من الطحين، رشة ملح، ظرف خميرة ما يعادل 11 غرام، ملعقتين طعام كبار من السكر، عندي هون بياض بيضة، البياض حاستعمله للعجينة والصفار حاستعمله لدهن الوش العجين، وعندي هون ما يعادل كاسة من الزيت ناقصة شوي صغيرة. هلا اول شي اخلط الحليب والزيت والسكر والخميره مع بعض هون لحتى تتفاعل معي الخميره. طبعا بالنسبه للحليب نحن عندنا بدنا يكون من درجه حراره الغرفه. هلا هيك الخميرة تفاعلت معي صارت جاهزة بهيدا الشكل. هلا ححط الملح فوق الطحين، اعطيه تقليبتين بس، بعد منها بلش ضيفه بالتدريج فوق الخليط اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا انا بصراحه للامانه رجعت ضفت لها نص كاسه طحين، حسيتها لسه بتحتاج. هلا انا وصلت للقوام اللي بدي اياه مثل ما شايفين، ما انا جامده معي ولكن ما بتلزق على ايدي ابدا. هلا رح احطها على جنب وغطيها اتركها ترتاح تقريبا مده نص ساعه على جنب لبين ما نحضر الحشو مع بعض. وانا عندي ما يعادل 300 غرام من الخشخاش، جوز حسب الرغبة اذا حبيتوا، 3 ملاعق طعام كبيرة من السكر، نص كاسة زيت نباتي. طبعا الخشخاش هو غني كتير عن التعريف بفوائده، له فوائد كتيرة منها مثلا بيعزز الرؤية، تقوية العظام، زيادة تدفق الدم، تحسين جودة النوم، صحة القلب، تحسين عملية الهضم، له كتير فوائد يعني. طبعا هلأ حضيف السكر فوقه، بسم الله الرحمن الرحيم، والزيت، وخلطوا كتير منيح.
هاي العجينة بعد مرور نص ساعة من الوقت ما شاء الله تخمرت. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنبلش بالتحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك صارت جاهزة معنا. هلا حدخلها الفرن على فرن محمي مسبقا على 180 درجة من فوق ومن تحت، تقريبا بتاخد معنا وقت 20 دقيقة. هاي النتيجة النهائية لفطيرة الخشخاش، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم.